بتاع اشرب مي فيه صيدلي واخصائي تغذيه. اولا بنعتذر على اللي حصل في بدايه الفيديو بتاع الاغنيه دي. كنت بحاول ابقى مغني راب بس فشلت يعني. النهارده حلقه هكافئكم بقى بعد اللي سمعتوه ده. هديكوا سر من اسرار التغذيه. سر انت لو سمعته هتذهل، يعني ازاي ده مجنون ده ولا ايه عشان يطلع يقول لنا الكلمتين دول. هديك ازاي تعمل دايت لنفسك، ازاي تعمل دايت لنفسك، مش تنزل دايت من على النت او تشوف دايت مثلا حد عمله، لا دايت بيرسوناليزد ليك انت بس، دايت ما ينفعش غير لفلان الفلاني بس اللي هو هيعمله. وهعلمك كمان ازاي ان شاء الله تحسب انت محتاج ميه قد ايه في اليوم. ان شاء الله يكون الفيديو حلو واعتبروه كده هديه عن اللي حصل برده في بدايه الفيديو. انا مصر ان انا اكافئكم بعد الهبل اللي شفتوه ده في الاول. خلينا نبتدي مع بعض كده. خلينا كده نرجع لايام السبوره ونشرح مع بعض واحده واحده. ثلاثه حاجه اسمها الماكروز. الماكروز دي الماكروز يعني ايه؟ الماكروز هي التلات عناصر الغذائية المهمة اللي جسمي محتاجها، اللي هي عبارة عن ايه؟ الكارب والبروتين والفات. والله لو حضرتك عرفت تحسب التلاتة دول كده يبقى انت خلصت وعرفت تعمل نفسك دايت. قصة دايت كالوري وايز او ان انا اعمل دايت اكل دايت بصيغة كالوريز ده بيبقى قابل ان احنا ندخل فيه حاجات غير صحية. انا هعلمك ازاي تاكل اكل صحي، ازاي تعمل دايت لنفسك بشكل صحي، دايت الجرامات مش دايت الكالوريز. وده اللي احنا بنسعى ان احنا نعلمه للناس دايما دايما، وبننصح بيه الناس ان هي تعمله، ان انت تاكل بالجرام، تاكل البروتين بتاعك بالجرامات، الكارب بالجرامات، الفات بالجرامات. طب هل يا ترى انا هقعد اجيب كده الفات ولا اجيب مثلا افوكادو واقعد اوزن واكل بالجرام؟ لا، انت الموضوع بيبقى محسوب واحده واحده وبيترجم لقطع وشرايح ومعالق، ما بيترجمش جرامات وهعيش بالميزان عمري كله، لا ما بتبقاش العمليه كده خالص. وانت واحده واحده هتتعلم ان شاء الله. طيب نشويات زي ايه؟ زي العيش، الرز، المكرونه، الحاجات اللي بنغمس بيها في العادي او بناكل بيها الاكل الاساسي. طيب البروتينات زي ايه؟ البروتينات اللي هي الفراخ، السمك، اللحمه، العدس لو بروتين نباتي، الشوفان فيه بروتين، كميه بروتين كويسه معاها كميه كربوهيدرات كويسه. واخيرا الدهون اللي موجوده برضو في اللحمه، اللي موجوده في دهنه الفرخه، اللي موجوده في الافوكادو، اللي موجوده في المكسرات، الدهون الصحيه نقصد بيها الدهون الصحيه. اتفقنا على كده؟ طيب خلينا عارفين كده، نحط قواعد رئيسيه في دماغنا قبل ما نبتدي نعمل دايت لنفسنا. ان جرام الكربوهيدرات او جرام النشويات، يعني 1 جرام من النشويات بيديني ايه؟ 4 كالوري. كالوري او كيلو كالوري هي نفس الحاجه. طيب دي حاجه. نيجي عند البروتين، البروتين نفس الكلام عشان ما نتلخبطش، 1 جرام بروتين بيديني 4 كيلو كالوري. اتفقنا؟ طيب نيجي عند اخر حاجه الدهون. الدهون ليه بننصح الناس ان هي ما تكترش في الدهون او تاخد نسب معينه من الدهون؟ عشان 1 جرام من الدهون الصحيه طبعا او الدهون العاديه بيديني، بص بيديني قد ايه؟ 9 كيلو كالوري. 9 وحدات من وحدات الطاقة اللي محتاجها جسمك، 9 ده كتير، 9 ده أي، خلينا متفقين إن شاء الله من البروتين عشان الناس اللي بتقول إن البروتين بيخسس، خلينا متفقين إن أي زيادة من الكالوريز هتتحول بعد كده لفاتس أو دهون، فحتى لو بتاخد بروتين كتير عشان تخس
وهو فوق طاقتك او فوق الكيلو كالوريز اللي حضرتك محتاجها هتتخن، هتتحول لفاتس. خلينا متفقين على كده. خلينا متفقين ان انا عملت حلقه كده اللي هي ازاي تحسب سعراتك او السعرات الحراريه اللي جسمك بيحتاجها، لو حضرتك نايم، لو حضرتك قاعد، لو حضرتك بتجري، لو حضرتك بتبذل مجهود شاق جدا، في حلقه لحساب السعرات. فانا بستند بكمل عليها. يعني انا دلوقتي حسبت سعراتي خلاص، زي مثلا اسماعيل طلع ان هو، اسماعيل هو انا، طلع ان هو جسمه محتاج 2000 سعره عشان يخس. انت كل ده بطريقه الحساب هتلاقيه في الحلقه، يعني انا مش هرجع تاني للحلقه، عايز ممكن تبص على الحلقه ازاي تحسب سعراتك، تحسب سعراتك على طول وتيجي عند الحلقه دي تشوف ازاي نترجم ده لجرامات ونعمل لنفسنا دايت ببساطه جدا. طيب 2000 سعره، انا دلوقتي جسمي محتاج 2000 سعره، 2000 سعره من ايه؟ من ثلاث الحاجات الرئيسيه اللي انا محتاجها، اللي هي ايه؟ لو حد شاطر، الكارب والبروتين والفات. محتاج السعرات بتاعت الكارب والبروتين والفات بتاعتي. انا دلوقتي جسمي محتاج قد ايه؟ محتاج، خلينا اول حاجه بتتحسب الدهون، جرامات الدهون بتتحسب ازاي؟ ان جسمي محتاج، كل الكتب او معظم الكتب بتاعت النيوتريشن بتقول ان ماكسيمم محتاج 30% من السعرات دي دهون صحيه. ده اللي الجسم محتاجه. فاولا عشان نوفر على نفسنا نحسب الدهون بتاعتنا قد ايه؟ 30% من ال 2000. حد معاه كالكوليتور يحسب معايا؟ انا مش عارف فهحسب على فكره. طيب بعد ما حسبنا لقينا ان 30% من 2000 سعره، من 2000 سعره هيديني 600 كيلو كالوري. يعني انا محتاج وحدات طاقه 600 كالوري من ال 2000 بتوعي، يعني 600 كالوري هيروحوا للفاتس، للدهون الصحيه. طب ما تيجي نترجمها لجرامات. الامر بسيط جدا، مش احنا لسه قايلين ال 1 كيلو كالوري فيها واحد كال ال 1 سوري جرام فيها 9 كيلو كالوري. طيب ما تقسم 600 على 9 على طول هتديني جرامات الفاتس او الدهون الصحيه اللي انا محتاجها، اللي هي هتطلع 66.666 او 6 او 67 جرام دهون. كده حسبنا جرامات الدهون بكل سهوله، الجرامات اللي انت محتاجها من الدهون الصحيه في على مدار اليوم كله عشان تخس. يا فندم نيجي دلوقتي عند طريقة حساب البروتين. طريقة حساب البروتين أسهل طريقة في الحساب بتاعة الماكروز أو بتاعة العناصر الأساسية اللي الجسم محتاجها. تعالى كده نجرب مع بعض. لو هو ذكر، زي مثلا حد وزنه 100 كيلو، بقول على اعتبار إن حد بني آدم وزنه 100 كيلو، بيحسب له البروتين بتاعه إزاي؟ لو هو ذكر بضرب في 1.5، لو هو أنثى بضرب في 1، معايا لغاية 1.2 كمان، عشان الذكر بيبقى العضلات بتاعته أكتر فبيستهلك بروتين اكتر، بالذات كمان لو هو بيتمرن. بس خلي بالك حساب البروتين ليه هنعمل له فيديو خاص لوحده، لان هو فيه اقاويل كتير وفيه طريقه حساب تانية كتيره. بس بقول لك على الطريقه النور، ان انا ازود لغايه كام؟ بالنسبه للذكر معايا ان انا ازود لغايه 2، اضرب في 2. لو انثى معايا ان انا اضرب لغايه 1.8، وخلي بالك ما تزودش عن كده عشان الكلى بتتاثر. كل ده يا اما هيتحول لفاتس، لان هو كالوري الزياده زي ما اتكلمنا هتتحول لفاتس، يا اما الكلى هتتاثر لان انا اكيد مش معوضه بشرب ميه، وده برضو اللي هنكمل فيه، ولازم نزود شرب ميه طالما زودنا بروتين. وكده ولا كده زي ما قلت لحضراتكم البروتين هنتكلم عليه في حلقه لوحده، لان البروتين الكلام اللي عليه كتير. فخلينا دلوقتي ملتزمين ان احنا عايزين نعمل دايت كده بسيط سهل جميل لنفسنا. طب يا دكتور احنا لسه لغايه دلوقتي ما عرفناش الجرامات البروتين اللي جسم الراجل ابو 100 كيلو ده محتاجها قد ايه. هقول لحضرتك بسرعه كده، ال 100 كيلو بضربهم في الرقم الثابت ده اللي انا قلت عليه، لو بالنسبه للذكر هنضربهم في 1.5 هيدينا كام؟ هيدينا 150 جرام بروتين الراجل ده محتاجه. طيب لو الانثى قلنا هنضرب من 1 ل 1.2، طيب اسهل لي اضرب في 1، 100 في 1 هيديني 100 جرام بروتين لو في ميل، وهنا لو ميل. اتفقنا على كده؟ الطريقه سهله جدا ان احنا نحسب جرامات البروتين اللي جسمي محتاجها. هقول لحضرتك كده هنت مهم، هنت سريع كده، يختلف البروتين اللي داخل جوه جسمك لو حضرتك شخص رياضي. خلي بالك لو بتتمرن في الجيم بتحتاج كميه بروتين اكتر، وعشان كده قلت ان انا هتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل للشخص الرياضي واللي مش رياضي في فيديو لوحدها ان شاء الله. بس خلينا نبتدي ان احنا دلوقتي عايزين ابسط حاجه ان احنا نعمل بيها دايت، نكتب بيها ورقه دايت لنفسنا بيرسونالايزد لينا، ما ننزلش اي دايت من على النت ونقعد نمشي عليه بالشهور والسنين وفي الاخر منتظرين ان هو يخسسنا. هيخسسك اول اسبوع، تاني اسبوع وزنك هيبتدي يقل حاجات بسيطه، تالت اسبوع وزنك هيبتدي يثبت، رابع اسبوع هتبتدي يعني انت ممكن توصل بعد ثبات الوزن ان وزنك يرجع يزيد تاني، وغير كده انت حارم نفسك. فالله يكرمك
ابتدي بالدايت ده، وعايز في الكومنتات باذن الله كل واحد يحسب لي قد ايه جرامات كارب وبروتين وفات، ويقول لي انا طلع لي كذا وهبتدي امشي عليه كذا، وان شاء الله هنترجمهم مع، هنتعلم ازاي نترجمهم مع بعض الاكل. احنا دلوقتي وصلنا لحاجه، وصلنا ان احنا عندنا محتاجين 66 جرام ايه دهون، ومحتاجين لو ذكر 150 جرام بروتين، صح؟ عايزين بقى نحسب الكربوهيدرات او النشويات بتاعتنا. نشويات قد ايه؟ نحسبها ازاي؟ بسيطه جدا، حاصل الطرح من دول، يعني هنا كنا 600 سعره، صح؟ وال 150 دول عايزين نترجمهم سعرات. حد يقول لي؟ برافو عليك، هنضرب في 4. 4 في 150 بكام؟ 600 برضو، سبحان الله. هيدينا كام؟ 1200. 1200 هتشيل منهم ال 2000، العكس يعني، هتشيل ال، هتشيل 2000، هتشيل منهم 1200، هيديك 800. ده الكالوريز بتاعت النشويات. طب لو عايز اجيب جرامات النشويات، صعبه جدا يا دكتور، ولا صعبه ولا حاجه، انت بتضحك علينا. لا سهله، جرامات النشويات هنجيب ال 800 دي نقسمها على 4. مش هو يا ابن الحلال، مش هو جرامات النشويات دي 1 جرام من النشويات بيدينا 4 كيلو كالوري؟ طيب انا بديك الكيلو كالوريز بتاعت 800، يعني 800 على 4. حسابات كلها اهي سهله، 800 على 4 هيديني 200 جرام، صح؟ حد يراجع ورايا، صح؟ 200 جرام من النشويات انا محتاجها لجسمي. تعالى بقى كده ايه، نبتدي نعمل الدايت بتاعنا. دايما كتر وجباتك، زي ما اتكلمنا في الاغنيه الزفت اللي احنا عملناها قبل الفيديو دي، نظم وجباتك. يعني ايه نظم وجباتك؟ سيب ما بين كل وجبه والتانيه من ساعتين لثلاثه، ده او مبدئيا. وكتر الوجبات بقى، يعني اقسمهم وكترهم، يعني خلي مينيمم 5 وجبات في اليوم على مدار اليوم، وجبات صغيره فيها النسب اللي جسم حضرتك محتاجها، اتفقنا؟ دلوقتي بقى ما فاضلش حاجه، احنا معانا الجرامات بتاعت الكربوهيدرات والبروتين والفات، معانا الجرامات اللي جسمي محتاجها عشان يخس، عشان يتخن، عشان يتمرن، عشان ينام، عشان يعمل اي حاجه، احنا معانا الجرامات دي. مش فاضل لنا غير ان احنا نحولها لاكل. طيب نحولها لاكل ازاي؟ بسيطه جدا. انا دلوقتي لو عندي الدهون زي ما حسبناها 66 جرام دهون، نشويات 200، وبروتين 150. في حاجه كده على النت، ورقه كده هتنزلها من على النت او تبص عليها في جوجل، اسمها اكستشينج ليست. يعني ايه اكستشينج ليست؟ انا حاسس ان انا في حصه لغه. اكستشينج ليست دي يعني ايه؟ يعني الليسته بتاعت الاكل مترجمه جرامات، بنترجم الاكل لجرامات الاكل. يعني ايه؟ سي مثلا هتلاقي ان العيش البلدي، رغيف العيش البلدي بتاعنا، هتلاقي فيه الرغيف الكامل فيه 8 جرام بروتين، وهتلاقي فيه 60 جرام كارب. ده بالتقريب، بالتقريب خالص، انا بسهل عليك عشان بعد كده وانت بتتسلى كده وبتعمل الدايت بتاعك لنفسك. بالتقريب 8 جرام بروتين و60 جرام كربوهيدرات، الرغيف البلدي بتاع الفرن الكامل. طيب عشان انا اترجم هنا، اقسم الوجبات بتاعتي، يعني ايه؟ انا مثلا خدت رغيف الصبح، خدت يعني كده 60 جرام اتشالوا منين؟ من النشويات، من ال 200. اتبقى لي باقي النشويات من ال 200 ناقص 60، هيتبقى لي رقم. الرقم ده هو ده اللي اكمل بيه باقي يومي، بس انا كده خلاص فطرت بالعيش، اكمل باقي يومي بكربوهيدرات او نشويات تانية، مثلا رز، شوفان، اعمل حسابي ان الشوفان فيه كارب. هتلاقي في الاكستشينج ليست دي كل حاجه حضرتك محتاجها عن الاكل. هتنزل الليسته كامله زي ما هي، هتحول الاكل متاح لينا الجرامات دي، دهون والنشويات والبروتين، بنشيل منهم بس ونكمل يومنا عادي جدا. كل لما نمشي يعني عارف فكره ايه؟ عارف برنامج اللي هو ماي فيتنس بال اللي على الموبايل؟ مش ده بيقعد انت بتزود الاكل اللي بتقعد تاكله على مدار اليوم، وبيقعد ينقصه كالوري وايز، يعني بيقعد كل شويه مثلا انت اكلت مثلا سي مثلا بسكوت شوفان في 150 سعره، طيب ال 150 سعره هو بينقصهم بطريقه كده بالجوريزم معين، وبعد كده بيديك باقي الكالوريز اللي جسمك محتاجها على مدار اليوم. لا احنا بنعمل بقى كده، بس بنعملها يدويا وبنعملها جرام وايز. شغل الدكتور التغذيه نفسه مش هيبقى شغل بيرسونلايزد ليك، ودي الهدايه اللي انا بقدمها لك. اتكلمنا عن حاجه في النشويات، نتكلم عن حاجه مثلا في البروتينات. لو انا عايز احسب بروتين لنفسي يا دكتور، هقول لحضرتك سي مثلا 100 جرام الفراخ في
فيه 27 جرام بروتين. نفس الكلام، انا دلوقتي لو عندي ميزان في البيت وزنت مثلا الفراخ، طلعت ال 100 جرام بتوعي بتوع الفراخ، وهي في ناس بتحسبها وهي نيه وفي ناس بتحسبها وهي مستويه عشان بتبقى شايله ميه او حابسه ميه وكده، بس انا ما بيفرقش معايا. انت دلوقتي ال 100 جرام بتوع الفراخ بتوعك خدهم وحولهم لجرامات، هتحولهم لجرامات، هتعرف كده ان ال 100 جرام بتوعك بالميزان بتاع الاكل بتاعك 100 جرام طلعوا لك بدماغك انت بحساباتك انت 27 جرام بروتين. الحاجات دي موجوده جوه الاكسشينج ليست، يعني انت مش هتحتار، انت هيقول لك كده في الاكسشينج ليست ال 100 جرام فراخ او صدور الفراخ فيها ال 27 جرام بروتين او 25 جرام بروتين. هتاخد ال 27 وتطرحهم من ال 150 لو تفتكر، اللي هم بتوعك على اليوم كله اللي هم من حقك. هتقعد تطرح 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 لغايه اما تخلص يومك كامل، وكده انا خلصت الاكل اللي انا مش حارم نفسي اولا مش حاجه من حاجه، مش عامل دايت اسمه دايت الموز ولا دايت الجبنه ولا دايت الزيتون. انا على فكره يا جماعه الحاجات دي اسمها فات دايتس. فات دايتس يعني ايه؟ يعني انا مانع عنصر من العناصر المهمه اللي جسمي محتاجها ومستعوضه بحاجات ملهاش اي لازمه. انا عامل كالوري ديفيسيت بس بطريقه ان انا ايه، بظلم جسمي وخلاص، جسمي بيزعل مني على مرحله من المراحل بيوقف حرق تماما. ادي لجسمك العناصر اللي محتاجها، ادي لجسمك الفيتامينز المعادن اللي موجوده في الفراخ والسمك واللحمه والخضار والفاكهه وكل العناصر، ما تحرمش نفسك من حاجه. وفي نفس الوقت احنا عاملين على فكره بذكاء شويه كالوري ديفيسيت عن طريق ان احنا حسبنا سعراتنا ورجعنا حولناها بس لجرامات. انا محتاج جسمي محتاج كذا 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 عشان يعيش، كذا جرامات كارب، كذا جرامات بروتين، كذا جرامات فاتس عشان يعيش. ولو انت بتتمرن برضو راجع الحلقه بتاعت اكل ايه قبل وبعد التمرين، هيفيدك برضو بس وزن او جوه الجرامات اللي انت حسبتها لنفسك وعملت فيها الدايت لنفسك تماما. اتفقنا؟ حساب الدهون طبعا يا فندم هتلاقيه هو نفس الفكره، هتلاقي مثلا الافوكادو فيها كذا فاتس، البيضه صفار البيض فيه كذا فاتس، هتلاقي كل ده في الاكسشينج ليست، هتاخده وتترجمه وتكتب الدايت بتاعك لنفسك. والله يكرمكم، اول ما حد يكتب الدايت بتاعه يكتب لي الجرامات في الكومنتس بقى، او مثلا يصور صوره يبعتها لي في كومنتس او يبعتها لي في مسج مثلا، يصورها ويقول لي انا عملت كذا طلع لي جرامات كذا بروتين كذا كارب كذا فات، والمفروض ان انا همشي عليهم، والمفروض ان انا اكل دلوقتي كذا سعرات، بتمرن او لا، كل الحاجات دي يكتبها لي ويكتب الدايت مترجم لاكل، ويتعلم كده يعمل دايت لنفسه بدل ما تعمل داونلود لدايت من على النت مثلا وتلاقيه مش هو ده اللي موافق لاحتياجاتك، هتتعب جدا قدام. بس يا فندم طبعا انا بدي الفيديو ده لاي حد بيعرف يتابع نفسه بنفسه. في ناس بتحب ان حد يتابعها، يعني حد يقول لها النهارده عليكي كذا، النهارده هتعملي كذا، النهارده هتسوي كذا. بس الناس اللي بتحب ان هي تعمل الحاجه بنفسها او ان هي تدوس بنفسها وعندها الاراده او الموضوع بتاخده لغايه تكمله لغايه اخره، اهم حاجه اما تبتدي بس الله يكرمك تكمل. الفيديو ده للناس دي اللي هي عايزه تشغل نفسها بنفسها وتنزل تتمرن وتنزل تاكل وتشرب، والناس اللي سالتني بالذات الكلام ده كمان للناس اللي بعتت لي في المسج وبعتت لي في كومنتس بتقول لي عايزه دايت. الناس دي عايزه دايت بس مش عايزه اكتر من كده. فالحاجات دي انت سهل جدا ان انت تعملها عشان تبقى فاهم جسمك محتاج ايه، هيفرق معاك وانت بتطبق، وانت فاهم احسن وانت بتطبق وانت بتسمع. انت الكلام في موضوع الدايت عمال يزيد وعمال بسمع حاجات غريبه، وبسمع ان الحاجات يعني حاجات العسل والطحينه ده سمعت ان هو بيخسس، يعني انت لو كلت عسل وطحينه لمده شهر هتخس. طب اعقلوها انت، انا مش هرد بس يعني الكلام كتر جدا. فانت اكيد محتار واكيد عمال تشوف دايت على النت تنزله، طب انا محتاج كام سعره، طب انا محتاج قد ايه جرامات، طب انا الراجل ده بيفهم ولا لا، طب انا ايا كان. انت طبيب نفسك، خد الحاجه دي. محتاج متابعه ارجع لدكتور تغذيه تبعك، مش محتاج متابعه والله اعمل الدايت بتاعك بنفسك وابتدي توكل على الله وان شاء الله لا تقلق. شكرا جدا ان انتوا قعدتوا واستحملتوا اولا الاغنيه اللي كانت في الاول، وبعد كده استحملتوا الفيديو لغايه الاخر. انا عارف ان هو مليان حساب ومليان حاجات معقده شويه، بس اللي يقف في حاجه يسالني في الكومنتس او يسالني مثلا في المسجات التزم بيها يا فندم طبعا الله يكرمك، عشان اللي يبدا حاجه يكملها كده للاخر لغايه ما نوصل ان شاء الله لهدفنا، وكل واحد يبقى يتابعني كده بالنتائج بتاعته. انا مشيت على الدايت اللي انا عملته لنفسي لمده اسبوع ووصلت للنتيجه كذا، ونشوف العيب فين ونصلحه مع بعض ان شاء الله، ونتابع مع بعض كده سوا ان شاء الله لغايه ما نوصل لهدفنا ان شاء الله، سواء هنخس فاتس او هنزيد ماسل باذن الله. دي حاجه. ما تنسوش طبعا تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب، واستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على التيك توك لغايه ما نوصل لهدفنا باذن الله. وانتظروني في فيديوهات جديده لغايه ما نتعلم فيها تغذيه صح.
وعلى فكرة قبل ما ننهي، أنا عايز أتكلم على موضوع نتعلم تغذية صح. أنا مش جاي هنا أديك كلام مكرر، يعني كلام أنت سمعته قبل كده عن شرب المية وقلل أكلك وقلل الكالوريز والكلام بتاع الدايت المشهور. أنا جاي أعلمك تغذية. يعني إيه؟ أنا مقتنع بمقولة كده، إن أنت لو عملت الحاجة وأنت فاهم أو مقتنع أحسن مليون مرة ما تعملها مجبر، أو ما تعملها وأنت حد بيقول لك روح اعمل كذا هتعمله عشان انت بس انا عايز ارضيه وخلاص. لا، اعمل، اعرف ان الانسولين بيعمل ايه وروح نفذه، اعرف الكارب بيعمل ايه وروح نفذ من نفسك. هتلاقي نفسك ان انت الموضوع بيجي معاك بسهوله ان شاء الله، وما تسمعش الكلام الكتير، لان انا عاذر الناس بصراحه، يعني ان الكلام الكتير في موضوع التغذيه عمال يكتر. الناس عماله بتقول ان الفطير المشلتت والعسل والطحينه بيخسسوا. انا مش هرد، بس يعني ايه، كل واحد طبيب نفسه، كل واحد عارف الصح وايه الغلط، ومش ما فيش حاجة ممنوعة، بس ممنوعة يوم أو يومين في الأسبوع مش هيحصل حاجة. شكرا.